عاد الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية باريس 2024 إلى بلاده متوجا بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان في إنجاز رياضي يعد الأول منذ دورة أتلانتا عام 1996. الجزائر أحرزت هذه الميداليات من قبل نجمة الجمباز الشابة كيليان مور في جهاز المتوازيين مختلفي الارتفاع، والملاكمة إيمان خليف في وزن 66 كيلوغراما بعد تغلبه على الصينية يانغ ليو بإجماع من الحكام، بالإضافة إلى برونزية العداء جمال سجاتي في سباق 800 متر. هذا وشاركت الجزائر في دورات الألعاب الأولمبية بباريس بوقت انضم 46 رياضيا في 15 اختصاصا رياضيا. اليوم نشهد مشاركة تاريخية في تاريخ الألعاب الأولمبية بمعادلة رقم أتلانتا. الشيء الاستثنائي أنه فزنا لأول مرة بميدالية تاريخية للبطلة كيليان مور في اختصاص الجمباز، كذلك ميدالية تاريخية للملاكمة النسوية. الحمد لله هذا الفضل يعود للأبطال الرياضيين بدرجة أولى، وكذلك كل محيطهم مدربين عائلاتهم. شكر موصول للسلطات العمومية على توفير كل الإمكانيات، خاصة أنه هذا يعتبر إنجاز رياضي وتتويج رياضي يتوج عهدة أولمبية. الآن يجب علينا التفكير كذلك والتخطيط ومراجعة كل ما يجب مراجعته من أجل أولمبياد 2028 إن شاء الله. أظن في ظل كل الضغوطات اللي عاشوها خاصة الرياضيين المتواجدين، أظن أنها نتيجة يعني تشرف الجزائر وتشرف الرياضيين هادو اللي حصلوا على هذه الميداليات في منافسة اللي هي تعتبر أقوى منافسة عالمية، ولهذا يعني ما علينا إلا أن نهنيهم بهذا الفوز، وإن شاء الله هذا راح يكون يعني راح يكون دافع للرياضيين اللي راهم يعني أقل منهم سنا للمستقبل إن شاء الله. فألف مبروك لهم وبالتوفيق لما هو قادم إن شاء الله. الحمد لله، النتيجة نظن هي مشرفة لي، أكيد أنا سميتها ميدالية الشرف، ميدالية شرف الكامل الجزائريين والجزائريات، كميدالية شرف الكامل العالم العربي. هذا الرد تاعي بالميدالية الذهبية لكل العالم. أنتم شاهدتم الحملة الشرسة اللي تلقيتها، الحمد لله كنت محضرة من جميع النواحي، وكان التوفيق أولا من عند الله عز وجل. الحمد لله ميدالية أولى عربية وإفريقية في رياضة الملاكمة. الحمد لله، كانت نتيجة مشرفة للجزائر والعرب. أنا فرحانين بزاف، فرحة لا توصف، خاصة بحضور الوالدين هنا. نشكر جميع اللي عاونونا من كامل النواحي. هذا إنجاز تاريخي، كل شيء قالته زميلتي إيمان، ونختمها بكلمة دائما تحية الجزائر. جي تري كونتانت. بدايه انا في غايه السعاده لاهداء الجزائر ميداليه ذهبيه لاول مره في اختصاص الجمباز، هذا فخر كبير لي، كما اعبر عن شكري لكل من ساندني ووقف الى جانبي، بدايه من رئيس الجمهوريه، وزير الرياضه، ومدربي، ووالدي، وجميع الشعب.